لها شوط طويل في المعاناة مع المرض، بتعاني من تليف وتضخم في الكبد وتضخم في الطحال وانغلاق في القناة المرارية، ومع طول المدة تلف الكبد صارت بحاجة لزراعة كبد، يعني ما فيش مجال انها تاكل، البنت فيش وسع في البطن انه تتنفس وانها تاكل. فالحين هي بنحط لها اكسجين وعندها سوء تغذية حاد. فبتمنى من كل العالم ان الكل يقف مع بنتي، وبناشد الكل انه يحاولوا يطلعوا زوجي ابوها للبنات، لانه هو المتبرع الوحيد بالكبد، هو اللي بيتبرع لبنته بالكبد، يعني وقفت حياتنا كلها هياتها، والسبب الوحيد اغلاق المعبر. وتحاليل للتطابق وتحاليل الخاصة هذا مش موجود عندنا في غزة، فأنا بناشد إنه أنا اللي أكون متبرع إلها، إنه حسب كلام الدكاترة إنه الأب يكون بنسبة 80% مطابق في أغلب الحالات، فبناشد إنه يسمحوا إن أنا أطلع معاهم أكون أنا المتبرع للبنت،